والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين. بالحقيقة احنا اجينا من العراق، اجينا راجعنا، رضا ارفع راسك، احنا راجعنا بمستشفيات هنا بالهند، وبعد المراجعة وبعد العلاجات اللي انطونا اياها راجعنا هذا المستشفى دكتور هيمت. ودكتور هيمت يعني حقيقة تعجز عن الوصف، شلون نوصفه ما ندري، على الأخلاق اللي شايلها وعلى حسن المعاملة معاملته. فمن اجينا هنا أول مرة على أساس الورم يسوي له عملية بغير مستشفى، قالوا نرفع من الكتف، وبعدين قالوا إن من الكتف ومن الإيد ونسوي لها تثبيت براغي. فمن اجينا الدكتور هيمت هنا، دكتور هيمت الحمد لله والشكر طمأنانا خير، وقال العملية إن شاء الله ناجحة وبسيطة. وأثناء العملية من سوينا العملية هنا بهذا المستشفى، الرجل يعني ما قصر، والحمد لله والشكر عمليته جدا ناجحة وبسيطة، والحمد لله والشكر ما عدنا أي شيء. وإحنا هسه صار لنا أسبوعين من كملنا العملية، والعملية جدا ناجحة، وإيده حركتها طبيعية، وما سووا لا تثبيت ولا براغي ولا أي شيء، والحمد لله والشكر. يعني احنا نعجز عن شكر المستشفى وعن شكر دكتور هيمت والفريق اللي يعمل وياه، وهسه ايده حركتها طبيعيه.